قال المفكر السعودي عبد الله القصيمي إن أعظم شيء يتفوق به الإنسان على كل ما في الوجود هو موهبة التحدي. واليوم معنا في الاستوديو نموذج مشرف للفتاة التي تحدت إعاقتها وتحدت كل شيء لتثبت أن لا شيء يعيق عزيمتها الشخصية، لا ظروف ولا مكان ولا حتى الإعاقة التي ولدت معها. وهي طالبة في كلية القانون المستوى الرابع وتعمل في صناعة البخور والعطور. تحدت الإعاقة لتثبت للعالم أن لا شيء يعيق الإنسان سوى نفسه. نتعرف عليها أكثر وعن كثب. إذا نرحب في الاستوديو بضيفتنا لهذا اليوم وهي غصون صلاح بصالح. أهلا وسهلا غصون. أهلا ومرحبتين فيش. طبعا اسمي غصون صلاح سالم بصالح، طالبة في كلية القانون مستوى رابع. طبعا طالبة كفيفة منذ الولادة. لدي مشروعي الخاص هو صناعة العطور والبخور. في البداية غصون كلمينا احنا عن الصعوبات اللي تمرين فيها وانت تدرسين القانون، خاصة انك زي ما قلتي كفيفة، يعني فدراسة القانون ما بتكون زي الانسان يعني الطبيعي او العادي. طبعا الصعوبات اللي واجهتها في من يجيبني ويشيلني للجامعة، كون الكلية مو عند كلية حضرموت، كليتنا كلية القانون. ثاني شيء اللي واجهته كتاب الشخص اللي يكتب لي في الامتحانات والشخص اللي يسجل لي الملازم وحضوري للكلية، يعني من الصعوبات اللي واجهتها. برضو أصعب حاجة عندي ولما نروح الامتحان حتى يعني نحس نفسي يلا أني نروح ولا لا، من يروح معي عشان يكتب لي. وكيف يعني عملتي؟ انت قلتي انه برضه من الصعوبات حتى كيف توصلين للكليه نفسها. نعم. يعني هل حد مثلا من اهلك دعمك وياخذك يوميا للكليه ويرجعك؟ طبعا احيانا الحمد لله اختي ما قصرت معي، تشيلني وتجيبني. الحمد لله. ويعني الحمد لله دي الصعوبه تجاوزتها الحمد لله. طيب يا غصون كيف جات لك فكرة انك والله تصنعين هذا العطور والبخور، خاصة انه مجال دراستك بعيد يعني مجال القانون، وهذا لما نقول فيه انه في مجال ابداعي مجال تجميلي اكثر، هل هي موهبة وشغف ولا انت حابة انك يعني تكونين مشروعك الخاص يعني لأعلى نفسك؟ مشروعي هذا كنت حابة ذا المجال من صغري، كنت نحب حاجة اسمها عطور وحاجة اسمها بخور وكذا. بعدين في السنة بعد مستوى ثالث دخلت أول، جات الجمعية وتقول في دورة في بنسويها لصناعة العطور والبخور. قلت لهم لي سجلوني أول واحدة. أيوه. بعدين يقولوا لي خلاص تمام بنسجل، وسجلوني وكنت مش متوقعة أنني بدخل دي الدورة. أيوة. وكنت الحمد لله يعني الآن خدت أكثر من 4 دورات أو 5 في دي المجال، ومسابة الدورات اللي ناخدها عن طريق الواتساب. طيب كيف تتعرفين على الانواع؟ هل عن طريق مثلا شمها، عن طريق ملمسها؟ لانه يعني له تركيبه خاصه صناعه البخور، يمكن خلط بعض اشياء مع بعض. أيوة. عشان تطلع رائحه مميزه. ايوه. فكيف تعملين انت؟ ايش الاسلوب اللي تتبعينه؟ طبعا شوف بقول لك، اللوشنات نعمل لوشنات وكل شيء، بس التركيبه عادي نحسها شيء طبيعي. أيوة. فهمتي؟ كونها ان في بعض بخور في بعض اشياء تحتاج الى نار، وعادي نصنعها في النار، ما نقول شيء. ايوه. وبعض اشياء ما تحتاج لنار، نحسها ان امور سهله. فما لقيت صعوبه في هذا الموضوع؟ لا نهائيا، نحسه شيء عادي. كوني اصلا نحب المجال. اكيد، فاللي يحب شيء اكيد بيبدع فيه. اكيد. طيب انت دحين الان وصلتي لمرحله انك والله حطيتي لك اسم في صناعه العطور والبخور. أيوة. بس كيف تروجين لهذه المنتجات؟ هل معك مثلا منصه في السوشيال ميديا؟ هل تكتفين بس بالاسم بالترويج عن طريق بعض مروجات او كيف؟ الترويج عن طريق احدى المروجات احيانا، يعني دي الفتره تتعامل معي، واكثر حاجه عن السوشيال ميديا واتساب. جميل، وان شاء الله نشوف لك مواقع يعني حتى على الانستغرام على الفيسبوك. والله يعني اول وحده بعمل لك فولو وسبسكرايب وكل شيء. لا على فكره يعني بديت. جميل. طب فين حابه توصلين؟ يعني انت وصلتي للمرحله هذه، بس اكيد. أيوه. في طموح في هذا المجال. نعم.
طموحي لازم اني نكون اتحدى ونكون نفتح محل خاص فيني ومعمل خاص بصناعة العطور والبخور وناخذ دورات اكثر واكثر في ذا المجال. جميل، وان شاء الله فعلا نحن نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى ان احنا نشوف غصون اسمها في كل مكان في عالم التجميل والعطور والبخور، ونفتخر فيك وفي هذا حتى المشروع الذي هو صغير الان. نعم، بس ان شاء الله يعني انه يكون كبير في المستقبل ان شاء الله باذن الله. وايش عن مهنه القانون؟ هل ترين انه بعد التخرج وتمتهنين في هذا المجال، او بتروحين وراء الشغف وراء الموهبه والطموح؟ لا طبعا، ده شيء ثاني وهذا شيء ثاني. لازم اني نكمل مشواري، ولازم اني ندافع عن حقوق المعاقين. لازم نكون لي صوت في ذا المجال. المعاقين لازم اني ناخذ بحقهم وثارهم. ثارهم هذه كلمة قوية، ثارهم. ليش؟ لازم اصلا خلاص متحوشين. كلمينا احنا ايش يعني ايش اللي يمرون في المعاقين، تحسين ان المجتمع ما يحسبهم من هذه الناحية؟ تبكيني في ذا المجال. لا ما بغينا الدمواج اليوم تنزل، بس وصلي نحن او حطي رساله نقدر نوصلها للمشاهدين. طبعا شو بقول لك، الاسوياء نادره انهم يحسون بمعاناه الشخص المعاق. تمام، لازم انهم يستنقصونهم في بعض الاشياء. لازم يعني في بعض الاشياء حتى انه كيف اقول لك، انه ما يحط له اعتبار، يقول لك يا شيخ دي معاك، خليه يجلس في البيت. ليش نجلس في البيت؟ ليش يعني نحن مش انسان، مو زيكم. لازم اني ندافع عن نفسي ونكون زي الناس الثانيين في اي مجال ندخله. وطبعا ببعض الاحيان ان الاهالي هم الطامه الكبرى زي ما يقولون، انه ايش اولادهم او بناتهم ما يحبونهم يتحركون اي مكان، او يحسونهم انه ايش عار لهم وشفقه انه ابنهم معاق او بنتهم معاقه، او مستحيل انهم يخلونها تنزل مكان او تتزوج او اي شيء ثاني. طبعا نحن يا غصون نتمنى لحظه، وحتى دخولها ايوه، وحتى دخولها للمطبخ يقولون لا بتحترقين، لا اندري ايش. ليش انها بتحترق؟ عادي تحترق اول مره، تحترق ثاني مره، بتحترق ثالث مره، لكنها بتتعلم. لازم انها تتعلم. صحيح. وتشوف مصيرها في الحياه. صحيح، ربما هم الأهل أحيانا يخافون على يعني أطفالهم وعلى أبنائهم، وربما حتى المجتمع مش قصة استصغار أو استنقاص، ولكن مش متصور كمية الموهبة والقدرات اللي عند الناس المعاقين. فالإعاقة ما تمنع، نحن نقولنا ما تمنع الشخص من أنه ينجح ويكون له اسم وينافس حتى في سوق العمل. أكيد، وهذا الشيء اللي لازم الجميع أنه يفهمه. لا بس يا أختي، أنه مجتمعنا يعني إيش، لازم بغاله دورات وتوعيات في ذا المجال. صحيح، والبركه فيكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نورتينا احنا اليوم. ان شاء الله اكيد نورتينا احنا اليوم يا غصون. واني اكثر صراحه ما توقعت اني نكون في يوم من الايام نكون معاش في الاستديو. الله يحفظك يا رب، صراحه شرفتينا احنا زي ما قلت ونورتينا احنا، واني متاكده ان رسالتك الساميه ورسالتك المهمه جدا وصلت للمشاهدين، ونتمنى فعلا انكم تسمعون الكلام اللي تقوله غصون، وما تستصغرون وما تستنقصون في حق اي انسان عنده اعاقه، لانهم فعلا عندهم قدرات وعندهم مواهب وعندهم حتى قوه زي ما شفناها يعني في غصون ما شاء الله. الله يحفظك ويخليش، ولي الشرف اليوم نكون معاكم ضيفة في الاستديو. وصراحة نشكر قناة حضرموت، نشكر سالي، نشكر استاذ ايوب اللي لازم انه يقول لازم انك انت تطلعين في قناة حضرموت، واليوم اني طلعت ونورت زي ما يقولون للقناة. الله يحفظك يا رب، ونحن برضو نشكر جميع من اقترحوا لنا هذه الضيفة غصون، وان شاء الله يعني تكون في حلقاتنا القادمة ايضا ضيوف ملهمين مثل غصون. إذا تقبلوا تحياتي مني أنا سالي فؤاد بمطرف، كل الحب وفي أمان الله. في أمان الله.